دي بقى انا عايز افهمها بجد بقى، هل الدعاء، انا ما اعرفهاش، هل الدعامه تعيق الرنين المغناطيسي؟ السؤال ده بيتسالوا كتير، وطبعا هو سؤال منطقي وعقلاني على اعتبار ان الدعامه فيها ماده معدن اسمها الفضه. لكن باكد للناس وبشكل قاطع وجازم واثبتته الابحاث العلميه انه لا تتاثر اجهزه الرنين المغناطيسي بهذه الماده اللي اسمها الفضه داخل الدعامه اطلاقا. فيمكن لاي رجل زرع دعامه ان يجري اشعه الرنين المغناطيسي في اي مكان من جسمه، ولا توجد ادنى مشكله، ولم تسجل حاله واحده ان حصل فيها هذا الكلام. والكلام ده احنا بنشوفه يوميا، وكتير من الناس بيجي يقول لي والله يا دكتور انا ركبت عندك الدعامه من كام سنه، وانا دلوقتي ركبي فيها ايه وايه، وعايز اعمل اشعه رنين، هل تتاثر؟ والدكتور اللي بيعالجني حتى في الدول الاجنبيه بيقول له والله هات لنا من الدكتور ما يثبت انها مش هتتاثر باشعه الرنين، لانه في ساعات احتاج اعمل رنين امرجنس اكيد او طوارئ اكيد، يعني مثلا انزلاق غضروفي اعمل رنين، اورام بالظبط. فاحنا بناكد من هذا المنبر انه لا توجد اطلاقا اي مشكله من اجراء اشعه الرنين المغناطيسي في وجود الدعامه، فلن تؤثر على الدعامه ولن تتاثر الدعامه بهذه الاشعه.